طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالحقيقة المتصدين من السياسيين، والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم. وأنت منهم؟ وأنا منهم. ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. اليوم نريد أن نتحدث حول الموضوع الذي أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر، حول زيارة 3 وفود حكومية إلى الكيان الصهيوني خلال عام 2018. طبعا أثار الكشف عن قيام مسؤولين حكوميين بزيارة إلى الكيان الصهيوني أثار ضجة كبيرة في العراق، وجاء الإعلان عن هذه الزيارة على حساب وزارة الخارجية الصهيونية على تويتر، كما تناقلته تقارير صحفية إسرائيلية. ومفاد هذا الخبر بأن 3 وفود من العراق زارت إسرائيل خلال عام 2018، وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في تويتر بأن زيارة الوفد الحكومي الثالث إلى إسرائيل جرت قبل عدة أسابيع فقط. أضاف بأن الوفود ضم الشخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثيرهم في العراق، كما وصفهم الموقع المسؤول. أشارت إلى أن هذه الشخصيات زارت متحف إياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة اليهودية، واجتمعت ببعض الأكاديميين والمسؤولين الإسرائيليين. تابعت بأن الخارجية الإسرائيلية تدعم هذه المبادرة، وقد ازدادت في الآونة الأخيرة زيارة الوفود العربية، كما جاء في موقع لتلفزيون إسرائيلي ناطق باللغة العربية. تبارك هذه الزيارات، وبأن الوفود العربية زارت مؤخرا الدول، زارت الكيان الصهيوني. نشر موقع إسرائيل بالعربية تغريدة جاء فيها، سوف نشاهدها بعد قليل، بأنه زارت إسرائيل 3 وفود من العراق خلال العام الأخير، وجاءت زيارة الوفد الثالث قبل فترة قليلة. جاء في تغريدة لوزارة الخارجية بأن عدد الذين زاروا إسرائيل 15 شخصا، وهم شخصيات سنية وشيعية لها تأثير في العراق، زاروا متحف إياد فاشيم لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة كما أشرنا، واجتمعوا كذلك، هذا ما أكدته الخارجية، بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين. أوضحت بأن وزارة الخارجية تدعم هذه المبادرة، وقال المتحدث باسم متحف إياد فاشيم بأن مجموعة من 10 عراقيين قاموا بزيارة المتحف في نهاية كانون الأول ديسمبر، وقال المتحدث باسم المتحف بأنه غير قادر على كشف هويات ومناصب هؤلاء العراقيين. وصفت قناة التلفزيون الإسرائيلية الخاصة وتدعى حداشوت، وصفت العراقيين الذين زاروا إسرائيل بأنهم من المسؤولين المحليين، وأكدت بأنهم شددوا على أن زيارتهم ليست رسمية، خايفين الجماعة، ولا بد أن تبقى سرية. وطبعا يعني أضاف هذا الموقع التابع لشبكة الإعلام الصهيوني الناطق باللغة العربية بأنه اليهود العراقيون المقيمون في إسرائيل يطالبون بشكل متكرر بتطبيع العلاقات بين العراق والدولة العبرية، لكن موضوع التطبيع بين البلدين لا يزال في غاية الحساسية، خاصة وأن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي دعمت إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق في عام 2017، في حين أن الحكومة المركزية في بغداد كانت ضده تماما. وهذه الزيارة ليست الأولى لمسؤولين حكوميين في العراق إلى إسرائيل، هذا ما جاء في الموقع. فقد قام النائب السابق مثال الألوسي معروف هذه الزيارة عام 2008 بزيارة إلى تل أبيب
فقام البرلمان برفع الحصانة عنه في ذلك الوقت. خلونا نشوف تغريدات على تويتر مثل موقع إسرائيل بالعربي وكذلك هذا من شاهد الآن إسرائيل بالعربية، جاء فيه زارت إسرائيل 3 وفود من العراق خلال العام الأخير، حيث تم زيارة الوفد 3 قبل عدة أسابيع وضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية لها تأثير بالعراق. زارت هذه الشخصيات متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة واجتمعت بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين. إيدي كوهين الصحفي الإسرائيلي الذي يغرد باللغة العربية كتب هؤلاء النواب أو أشخاص من طرفهم كانوا ضمن الوفود التي زارت إسرائيل ممثلين عن السنة، أحمد الجبوري عن نينوى، أحمد الجربة عن نينوى، عبد الرحمن اللويزي عن نينوى نائب سابق، عبد الرحيم الشمري عن نينوى، خالد المفرجي عن محافظة كركوك، وعاليا صيف كما قال عن بغداد نمد أيدينا لهم للسلام. نعم، نعيد هذه التغريدة اللي جاءت قبل 3 أيام على موقع إسرائيل بالعربية، وكذلك بالعبري جاءت على موقع وزارة الخارجية للكيان الصهيوني، أعلنت بأن 3 وفود بالفعل زارت إسرائيل دون الكشف عن أسمائهم. الضجة التي أثيرت هو ما كشفه الصحفي إيدي كوهين حول زيارة أو حول كشف للأسماء، هو كشف بعض أسماء الذين زاروا الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة. معنا اتصال أبو زينب من بغداد، تفضل أبو زينب. نعم، أبو بلال معنا من الرمادي، تفضل أبو بلال. أبو بلال تسمعني؟ تفضل أبو بلال تسمعني؟ السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. تحياتي لجنابك الكريم ولكل العاملين في قناة الرافدين منبر المظلومين. أهلا وسهلا بك. شنو رأيك بما أعلنته الخارجية، خارجية الكيان الصهيوني بزيارة 3 وفود في العام الأخير، يعني عام 2018؟ والله أستاذ عمر، نعم طبعا عمر، رأيي هو رأي الشرع سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء الذين يتسترون بالدين وباسم الحسين وهيهات الذلة ونصرة المظلومين وعداوة الاحتلال وأنهم يدعون سارة وأنهم أخرجوا الاحتلال وسارة أخرجوه بالطرق السلمية، اليوم سقطت ورقة التوت عن عوراتهم وانكشف السواد أمام الملأ وأمام العالم كله أن هؤلاء حفنة وحثالة من المجرمين من القتلة الذين لا هم لهم إلا الكراسي، وهذه الكراسي لا يستطيعون الحفاظ عليها أمام نقمة الشعب وبغضه لهم إلا أن يتكئوا على اليهود والنصارى. فهؤلاء الناس لا يعرفون الوطنية ولا يعرفون الشرف ولا يعرفون حتى الدين ولا الشرع، سواء كانوا من السنة أو من الشيعة. نعم. هؤلاء السنة الذين يدعون أنهم اليوم يعني يناصرون قضية أبناء جلدته، والله كذبوا ثم كذبوا. السنة الذي ناصر قضية قومه لا يذهب إلى إسرائيل، وكذلك الشيعي. نعم. الذي يدعي محبة آل البيت أنه لا يناصر إسرائيل، أين هم هؤلاء الذين قالوا هيهات الذلة وسوف نخرج المحتال؟ وقبل أيام كانوا يتبجحون. يعني أنت برأيك أبو بلال، نعم برأيك، يعني هاي الوفود اللي أعلنت خارجية الكيان الصهيوني بأنها زارت إسرائيل خلال عام 2018، إيش تهدف من زيارتها هاي؟ يعني شو يريدون دعم؟ عندهم ما شاء الله الدعم الأمريكي وعندهم الدعم الإيراني وعندهم الدعم الأوروبي، إيش عندهم رايحين هناك برأيك؟ والله أستاذ عمر، يعني حقيقة هي ليس لها إلا تفسير واحد، أن هؤلاء حينما رأوا حجم الثروة الهائلة في العراق التي وضعوا أيديهم عليها وكمية الأموال التي يسرقونها كل شهر تجعلهم يسلكون أي مسلك ويدخلون كل طريق مهما كان طريق، حتى لو طريق الذلة وطريق الانبطاح،
فهؤلاء يعلمون ان مستقبلهم بارضاء الكيان الصهيوني ومستقبلهم بارضاء اسيادهم الامريكان. رضا امريكا مرتبط برضا اسرائيل، فاذا رضيت اسرائيل رضيت امريكا. هم ربما يخشون من امريكا ان تزيحه بسبب البغض الشعبي. بداوا يلعبون على الوتر الذي يعني تحبه امريكا، وهو العلاقه مع اسرائيل وايضا انسجاما مع الموقف العربي. نحن نرى الان اليوم تهافتا عربيا على اسرائيل، منه المعلن ومنه السري، يعني زياره نتنياهو الى عمان، الوفد الرئاسي الى قطر، وزير السياحه الاسرائيلي للامارات، علاقه السيسي واعترافه ذاك اليوم قبل يومين بشبكه سي بي اس انه ليش يخلوها سريه؟ اذا هيك يعني المنطق يريدون تطبيع، ما اخليها سريه الزياره لو مستحين الجماعه. والله استاذ عمر، هؤلاء لا يعرفون الخجل ولا يعرفون الحياه، وفي عالم الفضائيات وعالم الانترنت والتواصل لم يعد شيء تقيا. بل والله حتى لو حرصوا على زيارتهم سرا فان اسرائيل هي التي ستفضحهم. يعني هؤلاء يظنون ان اسرائيل سوف تقدرهم وتقيم لهم وزنا؟ لا والله العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. ولكن هؤلاء اغبياء، لا يعرفون الدين ولا يعرفون الاسلام ولا يعرفون حقيقه اليهود والنصارى. لكن كما قلت لك يا استاذ عمر، يعني من شده فرحهم بما حصلوا عليه وشده حرصهم على هذه الاموال الهائله استاذ، يعني مو ان شاء الله مو طبيعيه. انك تصدر يوميا 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا. العراق ترى الحقيقه مو 4 ملايين، يصدر 5 ملايين برميل العراق يوميا. وارد العراق اليومي كذا مليون من الدولارات. يعني ميزانيتها لو احتسبنا الميزانيه العراقيه على اسعار النفط الموجود الحالي الان 80 دولار، يعني تصل ميزانيه تجاريه مثل ميزانيه 2007 و2008. لكن هؤلاء مجرمون، هؤلاء سرق، هؤلاء قتله. والله لكن عار على الشعب العراقي، عار على الشعب العراقي الذي يبقى صامتا صمت القبور، لا يتحرك ولا يتكلم ولا يندس حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. لا ادري الشعب ملتهي بتفاهات وبترهات الى متى. هؤلاء سوف يقودونكم الى الهاويه، هؤلاء سوف يضيعون ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم. والى الله المشتكى، وحسبنا الله اولا في الشعب العراقي، ثم حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومه. وانا اشكرك استاذ عمر وبارك الله فيك. ابو بلال من الرمادي كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. انقطع الاتصال مع ابو زينب من النجف. بالله خلونا نشوف التغريدات. طبعا بالمناسبه الصحفي ايدي كوهين يعني رفع التغريده على تويتر، رفعها لان يعني كانت هناك ضغوط كبيره من قبل حكومه الكيان الصهيوني انه اكتفت فقط بزياره وفود دون اعلان الاسماء. هو كتب كم اسم اثار الضجه، طبعا طلعوا كم واحد من النواب نكر وقال هذا الكلام غير صحيح. عالي نصيف، هسه نجي ما قالت على نصيف في اخر لقاء لها تلفزيوني، هذا اسرائيل بالعربيه، طبعا موقع على تويتر موقع رسمي، وكذلك الخارجيه كما اشارت. يعني هذا زياره الوفود الثلاثه امر اكيد بحسب اعلان حكومه الكيان الصهيوني. وما اثار الجدل هو تغريده هذا الصحفي اليهودي ايدي كوهين، وكتب بها الأسماء كما شفنا، أحمد الجبوري وأحمد الجربة وعبد الرحمن اللويزي، طبعا بحسب هو عبد الرحمن الشمري، خالد المفرجي، وعالية نصيف. هذا اللي صار. نعم طبعا عالية نصيف يعني قالت كلام إنه هي راح تزور فلسطين من يطلع المهدي. يعني هاي تدري يعني تعودنا على تصريحات السياسيين في العراق المثيرة للجدل. واحد يكذب الثاني، واحد يبرئ الثاني إذا كان من حزبه أو من تحالفه، وصارت هذه الضجة. طبعا هناك أمر آخر يعني يتساءل فيه المواطن، إذا كان هذه الأسماء أو تلك بريئة من هذه الزيارة، فخلي يطلعون جوازات السفر ونشوف إن كانت بها تأشيرة إلى الكيان الصهيوني أو ختم جوازات. طلع أنه
التأشيرة لا توضع على الجواز، توضع خارج الجواز. هذا طبعا كذلك بحسب مصادر من الكيان الصهيوني نشرت على تويتر، وكذلك تحدث فيها يعني صحفيين بأن التأشيرة لا توضع في الجواز. فالجماعة من إذا طلع وحلف وقال مثلا بالعباس أنا ما رحت، فما راح يثبت عنه شيء. تبقى عاد الصور، أكيد هناك الصور التقطت، ربما أنه حكومة الكيان الصهيوني لن تكشف عنها في الوقت الحالي لحساسية الموضوع، وأكيد أنهم تلقوا يعني تأكيدات، يعني الوفود العراقية اللي راحت الحكوميين من العراق تلقوا تأكيدات بعدم نشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. أبو عمر تسمعني؟ تسمعني أبو عمر؟ تفضل أبو عمر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. الله يخليك. هذه الزيارة ما تجي اعتباطا إلى أرض الميعاد، أرض الميعاد يسموها. نعم. تعرف له لا أستاذ. نعم. هذه الزيارة جت بسببين. أولا هي صفقة القرن، إعادة العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها بشكل كامل من قبل الدول العربية والإسلامية. لكن مقابل ماذا؟ مقابل أن يسقط النظام الإيراني، نظام الدجالين في إيران. نعم. ثانيا يمكن يكون بعض ثاني سبب ثاني، طبعا هو أرسالها من قبل إيران، موافقة إيران على الأقل. انقطع الاتصال مع أبو عمر من السليمانية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا هذا الأمر، زيارة الوفود الحكومية إلى الكيان الصهيوني، أثار يعني الجدل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا يعني أخذنا بعض التعليقات من صفحات فاعلة على الفيسبوك، مثل صفحة شباب التغيير. أحد المعلقين وهو سو يعني سمى اسمه جوزيف علي، قال طبعا لكل واحد وجهة نظر في هذا الموضوع، ربما ما أراده أنا صحيح، غيري يراه خطأ. ما أراه صحيح أنا كما يقول، يراه غيري خطأ. وكل الاحترام للأخوة المعلقين، ولكن أتمنى الآن أن أسمع صوت مقتدى والعامري وقيس. أما هنا ينطبق المثل العراقي، أبويا ما يقدر بس على أمي إن صح التعبير. طبعا هناك تعليقات مثيرة يعني للسخرية والجدل، وكذلك علقت رنا قالت مع الأسف ويا للعار على هذه الخطوة. هناك من طالب بنشر الأسماء، وهناك من شكك بالأمر. تعليقات سوف نأتي عليها تباعا أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وتحية إلى كل عراقي شريف ولقناتكم الشريف. أهلا وسهلا بك أستاذ. يعني شنو الغريب بهذه الحكومة؟ يعني شنو الغريب؟
يعني هي حاله حال الحكام العرب زين، والله العظيم ما شفت حاكم عربي يعني مع الاعتذار على هذه الكلمه انه شريف للقضيه العربيه او للعراقيين او للعرب او لفلسطين، يعني فشيء اعتيادي. يعني انا اريد من المتصل رجال نخلي يكون على سياسه واحده، لا انه ننحاز يوم الى امريكا يوم ننحاز الى اسرائيل. لو انت وطني احكي وطنيتك وبس، احكي لصالح الشعب العراقي. يعني انا رايك بهاي الزياره ام عبد الله، رايك انت ليش الجماعه ثلاث وفود راحت الى الكيان الصهيوني؟ شو تحلليها؟ يعني يا استاذ هذا الشيء عادي، يعني ليش انه يعني تستغربون؟ يعني سابقا الموظفين او الوزراء او اي شيء او اي رجل من رجالات الدوله يعني ما راحوا الى اسرائيل، يعني انا اعتبرها شيء اعتيادي لانه مصالح السياسيين اهم من مصالح الشعب، باعتبار انه يقولون انه زياره اسرائيل او كلمه اسرائيل هي خط احمر وهذا يتناسب مع سياستنا احنا وسياسه اهل البيت. الامام علي رضي الله عنه وارضاه دحر باب خيبر، احنا نخلي ايدينا ويا اسرائيل اللي حاربت العرب من زمن الرسول الى الان، فهذا يعني شلون ما ينقض سياسه الحكام احنا أستاذ؟ يعني هذا الشيء يعني أنا أعتبره اعتيادي، وكلهم مصالح، والمصالح المهمة المصالح خاصة إحنا عندنا موارد اقتصادية وعندنا يعني إمكانيات هائلة، فليش ما يحببون إنه إسرائيل يعني تكون إلى جانب العراق أو العراق يكون إلى جانب إسرائيل؟ هاي مودة، صداقة، تعاون، ما راح تأثر على الشعب العراقي، لكن شعب فلسطين والشعب العراقي وشعب سوريا وشعب اليمن هم سببهم الحكام العرب، هم اللي أذلوا العراقيين، هم اللي أذلوا أهل سوريا وقتلوا السنة وقتلوا المقاومة العربية وقتلوا شعب فلسطين، ومع هذا إحنا نقول إنه شعب فلسطين. وين شعب فلسطين؟ وين شعب العراق؟ مو كله تدمر الحكومة يعني تقول انه احنا مع الشعب العراقي واحنا جايين للشعب العراقي، مع العلم انه كلهم اتصالاتهم مع اسرائيل. يعني هذه السياسه، ليش واحد انه يبيع؟ بعنا شرفنا وبعنا وطننا وبعنا كرامتنا وعزتنا لهذا هؤلاء السياسيين، فاحنا قبلنا بهم فنستاهل احنا. أم عبد الله من بغداد شكرا لك. معنا اتصال أبو فهد من بغداد، فضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا حيك وحي قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك المجاهدة. أهلا وسهلا بك. احنا يا ريت بس والله يعني عيب على إسرائيل تتلقى هي السياسيين، لأنه ذولا حتى ينكسون إسرائيل. مو احنا صحيح أعدائنا إسرائيل وهاي، بس إسرائيل يعني قويين بدولتهم، يحبون دولتهم، مواطنين صحيح يحبون إسرائيل. ذولا راحوا متملقين إسرائيل، ذولا عارات الشعب العراقي. والله عيب عليهم، عيب على إسرائيل أصلا حتى ينكسون إسرائيل، حتى ينكسون إسرائيل إذا راحوا لإسرائيل. إسرائيل شو راح تسوي لهم؟ هم عملاء، كل واحد عميل الدولة الفلانية، هذا السعودي، هذا الإيران، هذا الأي دولة، هم كلهم عملاء. شنو؟ والله المفروض يستحون على نفسهم يسووا بالعراق، أقروا العراق قرن، إيش خلوا بالعراق؟ العراق باعوا، البارحة يحشون المعتقلات، والله المعتقلات هاي الناصرية ما ناصر، والله يعني بالألف بالأخم، خمسة من عندهم مجرمين صحيح، والباقي كلهم أبرياء. أخوي إيش تحكي؟ على من تحكي؟ والله كلهم عملاء، كلهم فاسدين من الأول للأخير، كلهم فاسدين. وأشكرك جدا. نعم زين أبو فهد، نفس السؤال، برأيك هم رايحين يعني رايحين زيارة ديتونسون لو شعدهم بإسرائيل؟ والله رايحين يصيرون عملاء لإسرائيل، سوي لهم مناصب إسرائيل، ولا أنا مو إسرائيل، هم يريدون يروحون يصيرون
عملاء لاسرائيل ولا الموا بيش؟ نعم الموا يصيرون عملاء قاموا هم يتعنون، مو هم اسرائيل تجي وتقول لهم تعالوا صيروا عميلنا، يعني هم يتعنون يصيروا عملاء لاسرائيل والامريكا والغير دول وغير دول. والله والله يا سيد عمار والله خلوا العراق مضحكه. نعم خلوا العراق مضحكه للدول، كافي 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 والله طقت روحنا والله. نعم. والله ما ظلت لنا حتى قيمه بالدول، يعني الدول قامت تضحك علينا. بس احنا نجيب طار صدام يجوز انتم ما تقبلون، اما احنا ما يجون للحذامه صدام، مو صدام للحذامه صدام. خلوا خلوا العراق مضحكه للدول، يعني شو نريد نسوي احنا بعد؟ ما نقدر لا حول ولا قوه لنا، ما نقدر. اجردونا من الاسلحه، ما خلوا عندنا كل شيء، اي اسلحه ما خلوا عندنا، شو نسوي لهم؟ نعم أنا أشكرك أشكرك أبو فهد من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول مبروك من الإمارات، وفود من حكومة العملاء يذهبون سرا إلى إسرائيل دون أن تتم محاسبتهم على ما يفعلونه. يمكن أن يكون ذهابهم هو لأجل التطبيع مع الكيان الصهيوني، إيران والصهاينة وجهان لعملة واحدة، فهؤلاء لا مكان لهؤلاء الأحزاب العميلة لإيران في العراق، لأن العراق وأهله الأصلاء الشرفاء الأخيار هم أسياد المكان، وليس هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران وميليشياتها المجرمة، لأنهم يفكرون بأنفسهم فقط لا غير. الثورة العارمة لإزاحتهم هي الحل الوحيد لخلاص العراق وأهله الأصلاء الشرفاء الغيارة. أضاف الرحمة لأرواح الشهداء أبطال المقاومة على رأسهم الشيخ حارث الضاري، وتحية الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور الأمين مثنى الضاري، وتحية لكادر قناة الرافدين وكادر وكادرها الشهم ولهذه القناة الأصيلة الناقلة لواقع البلد المؤلم المرير. مبروك من الإمارات، شكرا لك يا مبروك. نعم رسالة أخرى طبعا، يعني أحد الأخوة نقل خبر بالفعل هو موجود، يعني قال فيه بأن دولة الميليشيات تخطف وتقتل مساعد مصور قناة الحرة عراق وهو سامر علي إشكارة، وقامت برمي جثته في شارع القناة في العاصمة بغداد. إنا لله وإنا إليه راجعون، جاء في هذه الرسالة. بالفعل هذا الخبر تم تناقله عبر وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. علي البرزنشي من الإمارات له يعني رأي مختلف حول هذه الزيارة، قال الخبر مفتعل لعمل دعاية للسياسيين على أساس بأنهم لديهم اتصال ودعم إسرائيلي حتى يخوفوا بهذه الدعاية الشعب العراقي فلا يقف بوجههم أحد. تأكدوا بأن إسرائيل لا ترى هؤلاء الأقزام. لا الخبر أكيد طبعا، الوفود الثلاثة زارت الكيان الصهيوني، ولكن السؤال يعني ما شاء الله جماعتنا يلعبون على كل الحبال، يعني هذه الوفود إذا مو كلها ف90% تلقاها زارت إيران كم مرة وذهبت إلى أمريكا، وعدها علاقات قوية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الآن الجماعة اللي يسوون علاقات مع الكيان الصهيوني طبعا الهدف منه هو الحصول على دعم سياسي، دعم ربما مادي. فيعني ما شاء الله السياسيين بالعراق يعني على كل الاتجاهات يلعبون على كل الاتجاهات. خلونا ناخذ هذا، اذا ماكو اتصال ناخذ فاصل. ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ عمر؟ حياك الله يا هلا بيك. الله يحفظك ويحفظ الغناء. تحيه لك وتحيه للغناء، تحيه الكادر الغناء. الله يحييك. تحيه للشعب العراقي على راسهم هيئه علماء المسلمين. حياك الله. تحيه للدكتور مثلا حارث الضاري. حياك الله. وتحية كل عراقي شريف يرفض الاحتلال. بالنسبة لزيارة الكيان الصهيوني فهي شيء طبيعي، لكن اللي مو طبيعي كيف الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو أشرف منهم، فهذول عملاء هم خانوا بلدهم من أول يوم، وكلهم بالنسبة للزيارات الكيان الصهيوني ولا أي دولة تعادي العراق هم يزورونها، هم ناس مجرمين ولا يوجد دولة، لكن إن شاء الله سوف يتحاسبون إن شاء الله. وتحية لك. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. فيه يعني رسالة على الواتساب بطريقة يعني طريقة السخرية، قال نحذر أولاد العم من البرلمانيين الذين زاروا إسرائيل لأنهم سرقوا العراق، وممكن أن يسرقوا إسرائيل مو بعدين يطالبون بتعويض. رسالة تهكمية. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر.
السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ الفاضل. حياك الله يا حبيبي. كل الكادر استاذ عمر، يعني اللي يعتبروننا في اسم سياسيين بالعراق عندهم استعداد مو بس يزورون الكيان الصهيوني، لا عندهم استعداد حتى يتحالفون ويا الشيطان من اجل مصالحهم الشخصيه. نعم، يعني هم يتصورون بان زيارتهم لاسرائيل راح تبقى طي الكتمان، ونسوا او تناسوا بان ماكو شيء يبقى طي الكتمان، ولا بد وان يجي يوم وتنكشفت. استاذي الفاضل، الموجودين بالعمليه السياسيه عندهم استعداد يتحالفون ويا اليهود ويتحالفون ضد اخوانهم المسلمين، وكلهم ما معترفين لا بدين ولا بمذهب. يعني مثال الالوسي اللي زار اسرائيل بسنه 2008 وحكاها علن الرجال، قال انا زرت اسرائيل، وبقيه السياسيين السنه اللي زاروا اسرائيل راح يجي يوم ويعترفون بانهم زاروا اسرائيل، وعندها راح يقولون بان زيارتنا لاسرائيل كانت لمصلحه الشعب العراقي. وقبل كم يوم مثل ما تفضلت حضرتك، يعني طلعت عاليا صيف وبرنامج تلفزيوني تقول اني ازور فلسطين وهي محرره ومع المهدي المنتظر. يعني شنو هالضحك هذا اللي دا تضحكوا على هالناس هاي؟ يعني انت وينك وين المهدي المنتظر؟ انت تزورين فلسطين محرره، انت لو بيج خير كان شويه نفعت الشعب العراقي اللي انتخبوش قسم من عندهم واللي صعدوش للبرلمان سنين وكل شيء ما شافه من عندك. يعني يخونون العراق ويخونون الاسلام ويخلون ايدهم بايد اليهود وبعدين يحشرون اسم المهدي بالموضوع. يعني انا برايي اقول استاذ عمر، هذول المجرمين امرتهم امريكا ان ينفتحون على اسرائيل، وهم طبعا ما باستطاعتهم مخالفه اوامر رئيساتهم الامريكان. ونقول خلي يسمع المجمع الفقهي السني، وخلي يشوف الوقف الشيعي، وخلي يشوف اللي يسموه المرجع الاعلى، شلون المسلمين او اللي يدعون بنفسهم بان هم مسلمين شلون زاروا الكيان الصهيوني والكل ساكتين عليهم وكانه ماكو شيء نهائيا، كل شيء ماكو. يعني شيء عادي. يعني استاذ عمر، كل الحكومه وكل الموجودين بالعمليه السياسيه هم فاقدين لدينهم، وهم يشتغلون ضد الاسلام وكل معممي السلطه وعلى راسهم السيستاني اللي افتى بعدم مقاومة الاحتلال وقبض $200 مليون، وكل معممي السلطة السنة بالعراق هم مجرمين، مجرمين بحق الإسلام ومجرمين بحق العراق وشعب العراق. والسؤال يعني أقول إلى متى يبقى الشعب العراقي ساكت على اللي تسلطوا على رقابه، وهم قسم منهم تابعين لإيران وقسم تابعين لأمريكا وقسم تابعين لإسرائيل، وسكوتهم لوين راح يوصل العراق؟ مو العراق ضاع والشعب محروم وبين معتقل ومهجر ومقتول، عيب عليهم يطلعون ويهتفون ويقولون هيهات من الذلة. أقول يعني أستاذ عمر، أكو احتمال الجماعة اللي زاروا إسرائيل راحوا يعتذرون للكيان الصهيوني بسبب 39 صاروخ اللي أطلق صدام حسين عليهم؟ احتمال يعني راحوا يعتذرون من عندهم يقولوا لهم ترى احنا ما موافقين على هالعمل هذا اللي قام به صدام حسين واطلق عليكم الصواريخ. يعني مهزله استاذ عمر، مهزله. يعني وبهذا اقول فهذول فاقوا اليهود بيهوديتهم، وخلي يفهم الشعب بان الطغمه المجرمه الموجوده هي ضدهم وما لها علاقه لا بعراق ولا بشعب العراق. واذا يريد يعيش بعز وكرامه كافي سكوت، كافي سكوت على هذول المجرمين اللي دمروا البلد ودمروا 37 او 38 مليون مواطن عراقي. نعم ابو ناصر، نشوف الاراء يعني على الفيس على تويتر، هناك من يقول يعني اوكي واذا زاروا الكيان الصهيوني، ما الجماعه ما شاء الله فاتوا بالبلد جول، ما خلوا سرقات بوق النائب من عام 2004 لغايه الان، هو اذا مو نائب وزير اذا مو وزير مسؤول، يعني يشتري منصبه بالفلوس. يقول لك يعني هاي مو فد مشكله، بس هو السؤال شنو الهدف من هاي الزياره؟ يعني الهدف من هاي الزياره وانت رايح مثل الحرامي وخاتل وما تريد احد يفضحك، بعدين الخارجيه طلعت خارجيه كيان صهيوني قالت 3 وفود زارت، ها شيء رسمي واكدت وسائل يعني وسائل اعلام اسرائيليه، واللي اللي اللي اثار الضجه هو تغريده الصحفي الاسرائيلي ايدي كوهين. شنو الهدف برايك؟ ايش رايحين؟ شو يسوون الجماعه هناك؟ يقول لك رايحين الى المتحف، متحف المحرقه اليهوديه،
رايحين ملتقين بمسؤولين، رايحين ملتقين بأكاديميين إسرائيليين، شو يريدون الجماعة؟ يعني ما مكفيهم اللي صار بالعراق، ما مكفيهم اللي حصلوه. زين مو إيران راح تزال عليهم؟ مو إيران ضد إسرائيل وضد أمريكا على أساس؟ هذا بس بالإعلام أستاذ عمر وحضرتك تفهم وتعرف بهالشيء هذا. هذا نعم. بس بالإعلام. يعني إيران هي ويا إسرائيل، وإيران لو أمريكا تريد تضرب إيران يعني هاي صار كم سنة هي بس تهدد وتوعد وقالت نعم. إيران وقال النووي وقال غيرها وقال غيرها وقال تدخلها بسوريا وبالعراق. نعم. ليش ما ضربتهم إلى هسه؟ يعني هي حلقة كلها مجتمعة ضد هذا الشعب أستاذ عمر. نعم. يعني هم بالأساس لو يقولون بأن إحنا على حق كان أعلنوا عن زيارتهم. ليش نخليها طيل كتمان؟ ليش ما يحكون؟ ليش ما يقولون بأنه إحنا زبنا إسرائيل؟ ليش من يطلع هذا الصحفي الإسرائيلي ويعلن عن الأسماء اللي زارت إسرائيل؟ ليش هسه ينكرون؟ لكن أقول رح يجي يوم ويعترفون بأنهم زاروا إسرائيل، يعني هم ضد الإسلام أستاذ عمر، هم ضد العراق، هم عندهم مصالحهم الشخصية اللي عندهم ما مكفيهم. أمريكا مثبتتهم بالحكم ومخليتهم على كراسيهم، نطته أوامر أنه ينفتحون على إسرائيل غصبا عليهم، ينفتحون على الكيان الصهيوني ما بيها مجال. إذا يخالفون ينزاح من الكرة. يعني تشوفها أوامر أمريكية؟ أنا برأيي أنا أقول أوامر أمريكية نطتهم يروحون يتحالفون ويا إسرائيل. نعم. هذا الموضوع هو، هذا برأيي أنا بعد ما أعرف رأي الأخوان. نعم. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. عليكم. أشكركم يا أهل بيك. كل كادر القناة الطيب الأصيل المؤمن المجاهد. يا أهل بيك. أستاذ عمر الله يقول لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. ماكو فارق مع داعشي مع إسرائيلي مع الإنسان اللي يقتل أو يسرق قوت الشعب العراقي أو يستورد العلاج حتى يسوي بالشعب العراقي الأمراض، هم دول إسرائيل في العراق. وشوف ربنا هيهات من الذلة. كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، وينكم؟ والله اليوم أنا أتذكر فد مرة هذا ممثل كان العراقية نعم حيدر الملة قال ليش الصور الخامنئي والخميني بالعراق كلهم انتفضوا. عجيب شو الانتفاض اللي انتفضوا، أما دول ربعهم يروحون لإسرائيل. قلكم والله مو عيب، وين شعاراتكم ماخذ الشوارع والدرابين والطرق والساعات؟ وينها؟ كلا كلا أمريكا إسرائيل. ولا يوم شوف ربعنا مثلا العصائب والكتائب والمجلس الأعلى والبدر، احنا ما نريد نطبع ويا أمريكا، انه بخزيتونا أنقص. انتم بالبنينة وبكركوك منتو تاريخكم ناسا عبر التاريخ، ليش يجي؟ انت هم يصورون. انا جاوبك ليش استاذ عمر؟ ليش؟ نعم. هم يصورون اذا تملقوا وتوسلوا باسرائيل راح تفرج عنهم يرتاحون. مستحيل، هاي مستحيل. انت تصور يا العراقي، اخاطب كل العراقيين، شرق اوسط بدون اسرائيل ما صار هذا الحرب ولا صارت هذا الاحتلال ولا وخروا صدام. ولا صدام اللي وخروا لي ثلاث اسباب. اولا كان عربي مخلص للامه العربيه ومشروع عربي. اثنين ضرب اسرائيل، ثلاثه راضي يحول من الدولار الى اليورو، وهذا سبب اللي احنا وصلنا. وأنا أتذكر رئيسة وزراء بريطانيا قالت حتى لو يتخلى عن كل الأسلحة أنا منفك عن صدام حسين. هم ما يريدون الصورة. أنتم مراجعنا، أنتم لو شوف شنو مراجعنا، والله لو تشوف مراجعنا مخزي خزي والله العظيم. دائما مرتبطة أمريكا إسرائيل بريطانيا، وما يأتي ويعتبر الاحتلال الأمريكي والتحرير. وأنا ذكر مجلس الحكم عين تاريخ للاحتفال بتحرير العراق. يعني امريكا منطبت واسرائيل، وانا اتذكر يعني قوات امريكيه اسرائيليه طبت الى 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 الى, إلى, إلى الناصريه على مود الاثار، وراحت للحزين للعماره. احنا مستهدفين من قبل اسرائيل. وينكم يا شيعه العراق؟ وينكم مراجعنا؟ وينكم؟ شو ما حكيت وسكتون كأن شيء لم يكن. هات الانتفاضة صحيحة بعد، ايش بقى بينا يا العراقيين؟ والله عيب علينا، والله عيب علينا. هذا تاريخنا يعني وصل هيك. الله عليكم، الله عليكم لو صدق حسين
كان موجود. وصلنا لهذا، انا مو دفاعا عن صدام حسين، الشعب العراقي يستاهل احسن من كل شخصيه بالعالم، واحسن من ملكيه واحسن من جمهوريه يستاهل. ولكن احنا وين شحنا من بدا؟ وين وصل حالنا احنا اللي قريناه وثقفنا عليه؟ شنو انتم تحجون الامريكا؟ انتم يلا مقتدى اطلع، هذه العامري هيجي، انتم العصائق والكتاب. يعني اذا ربط عليكم ايران سكتوا، ما تقبل ترضى عليكم وتقول تسوي العراق ساعه عرق. نعم الا هذول ربعنا. نعم وانا اشكرك عمي، طلعت عليك سلام. انا اشكرك، اشكرك ابو علي من كربلاء. كان معنا اتصال ايمان من عمان، تفضلي ايمان. ها وياك عيني. تفضلي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انا ايمان. تفضلي ايمان. نعم والله ما بس ادق عليك، ادقم عليكم يعني طب معرضة العراق. نعم تفضلي. شنو رايك بموضوع زياره الوفود الرسميه الحكوميه الى اسرائيل؟ يعني شلون؟ شنو شلون؟ انا انت لحت وياك على التلفزيون شايفه كان ترى. نعم انت يعني تعرفين موضوع البرنامج؟ نعم ايمان انقطع الاتصال مع ايمان من عمان. المهم عندنا رسائل واتساب يقول فيها اخوي عمر اسرائيل البيت الكبير لهم، هاي معروفه لانه هم خال وابن اخت مع الانذال اللي جالسين في بغداد. رساله تقول فيها اخوي اهدي سلامي للأخ أبو علي من كربلاء الوطني الشريف. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، يقول لو كان هناك قانون في العراق وروح وطنية وخوف من الله كان تمت محاكمة هؤلاء الخونة الذين يزورون إسرائيل، الطمع وحب المناصب والدور في صفقة القرن هو الذي يدفع هؤلاء إلى زيارة إسرائيل، هؤلاء مجرد معبر تعبر عليهم أمريكا وإسرائيل وإيران وأعداء العراق لتمرير مشاريعهم. معنا اتصال علي من كربلاء، تفضل علي. علي تسمعني؟ اسمعني من التلفون أبو حسين، نصي للتلفزيون الله يخليك. اي نعم ألو. اي أسمعك عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يعني بس سؤال، يعني احنا الحكومة العراقية بالعراق يعني ما يعرفوا شنو هاي التصرفات مالاتهم اللي جا تصير. نعم. يعني هذا مسؤول من يروح يزور إسرائيل. زين وأكثر الناس هسه اللي حكت على التلفزيون، ليش ما جابوا ثقة إيران بالموضوع؟ ليش بس إسرائيل؟ نعم. يعني شنو يعني ايران تخوف لو راح يجي يذبح راسه اذا يحكي الصحيح؟ بس اريد اقول شيء واحد بعد. نعم نعم علي. ويده تعرف قيمته الا نخسره. نعم الو. نعم ايش قلت بالاخير؟ ما افتهمت عليك والله. أقول لك إحنا الشخص اللي نريده نعم ما نعرف قيمته إلا نخسره. إحنا صدام حسين كنا ما راضين عليه. نعم الحكومة العراقية يعني أحد راضي على تصرفاته وضعها؟ نعم. شي هدفهم من هاي الزيارة؟ عليش رايحين لإسرائيل برأيك؟ شي رايحين على خطة معينة. يعني شو راح تعطيهم إسرائيل؟ ها يعني شو راح يتباركون؟ ها علاوي انقطع علي من كربلاء كان معنا. نعم رسالة يقول فيها السلام عليكم، يقول عندنا حكومة قوية كما يقول هو قوية على السنة، فقط لو كان للحكومة ذر من غيرة الإمام علي رضي الله عنه كان يطلق سراح الطالب العراقي في الأنبار من أجل مستقبله ومستقبل الشباب العراقي. يقصد الشاب اللي رفع صورة الرئيس الراحل صدام حسين في جامعة الأنبار. إذن ثلاثة وفود حكومية تزور الكيان الصهيوني خلال العام 2018، هذا ما أكدته وزارة الخارجية
الإسرائيلية وما أكلته وسائل إعلام إسرائيلية. أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن دقيقتين. أبو حسن تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا أخي. حياك معك أخي. الجمهورية الإسرائيلية الإيرانية ما صدق، ما حد صدق بيها. فهم إسرائيل وارتباطها بإيران ارتباط وشيك، نعم. ومن خلال عملائها هم ارتباط واحد، يعني يدزون أي واحد يدزوه بأمر. فهم إيران يعني هي عدوة الإسلام هي وإسرائيل. فإسرائيل إيران يد إسرائيل بالمنطقة كلها. فلا تتعجب من دول، دول السياسيين كلهم سفلة، لا عراقيين لا دين لا ديانة. نعم. وهاي الدماء تروح هيك هدر، يعني هذا هم سبب البلاء كله. يعني ناهيك عن زيارة إسرائيل، هاي عادية يروحون بأي وقت يروحون. فالشعب هذا يا أخي مغلوب على أمره، يعني إيران تحاربه، إسرائيل تحاربه، أمريكا تحاربه، الأداء هواي على العراق. نعم. نعم أبو حسن. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد. رسالة من أبو حسام النعيمي يقول فيها يعني إلى نظرة يعني أخرى في الزيارة. يقول الجماعة قاموا بزيارة كيان الصهيوني حتى يطلبون منهم إحصائية بعدد الموظفين اليهود اللي كانوا بالعراق حتى يخصصوا لهم رواتب تقاعدية، وهيهات من الذلة كما قال أبو حسام النعيمي من بغداد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.